أول شيء بارك الله فيك على جهودك المدني بشكل عام، وبالذات في تقديم واجب العزاء بشهداء الواجب. هل لك أن تحدثنا دولتك عن هذه الحادثة وكيف ممكن نستفيد منها كشعب أردني وما تتكرر في المرات الجاي؟ يا سيدي، إحنا أنا وزملائي من وزراء وقادة أجهزة أمنية جينا لتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد معاذ وعشيرته الحويطات. نقوم بالواجب ونقول هاي مسؤولية برقبتنا جميعا، هذا فقيد الوطن. هؤلاء الشهداء من الجفر ومن جرش ومن عجلون ومن إربد ومن بيرين ضحوا بأنفسهم لذود عن شبابنا أيضا في السلط وفي الفحيص، فهذه تمثل حقيقة الشعب الأردني وانتمائه ووحدته بكل شيء، وإن دلت على شيء فإنها تدل على لحمة هذا الشعب وعلى استحالة شق صفنا الواحد من أي طرف كان، خصوصا من هذه الزمر التي تدعي أنها تنتمي إلى الإسلام وهي لا تنتمي له في شيء، هو فكر تكفيري وظلامي وإرهابي. ولحمة الشعب الأردني هي التي ستضمن الانتصار على كل من تسول له نفسه النيل من أمننا وأبنائنا، ولن نستريح إن شاء الله إلا بعد القضاء على كل هؤلاء. وأشكر فعلا الجهود المشتركة للفريق، الجهود الاستخباراتية والأمنية والفنية والميدانية التي بسرعة حسمت الموضوع وأظهرت الحقائق، واستطعنا أن يعني نصل إلى جذور هذه المجموعة. وإن شاء الله هذا المستوى من التنسيق ووعي المواطنين وابتعادهم عن الشائعات بجهد الجميع سنصل إن شاء الله ونحقق ونستمر في الأمن والأمان الذي نعيشه، ونحقق الآمال التي يوجهنا بها جلالة الملك عبد الله والذي يصبو إليها كل مواطن أردني. الله يعطيك العافية. كل الشكر دولتك، كل الشكر. هلا عفيك حبيبي.